يعطيكم العافية. في هذا الفيديو هنحكي عن اللاين ويندر. واللاين ويندر أنا من خلاله هذا الكومبوننت بقدر أعمل خطوط طبعا بطريقة مبسطة جدا. طيب عشان نبدأ في التفاصيل تبعته ونشرح فيه ونعمل سين جديدة، بروح على فايل نيو سين، أوكي، وبعمل سيف إلها وبسميها اللي هي لاين ويندر. تمام. طبعا هلا عشان اعمل انا لاين ويندر بجي بعمل هنا كليك يمين، بعمل كرييت امبتي، طبعا هذه بعملها هنا ريست عشان تيجي عندي في المنتصف، وهنا بسميها اللاين ويندر. تمام. هلا اللاين ويندر هو عبارة عن كومبوننت، بكتب هنا لاين ويندر. تمام. فهذا هو الكومبوننت لاين ويندر. طبعا في عندي بعض التفاصيل تبعت او بعض الخواص المهمة اللي حنشرحها. طبعا اللاين ويندر بلزمه يكون عنده ماتيريال. تمام. هلا هنا الماتيريال عشان اديله ماتيريال بعمل كليك يمين كرييت وماتيريال وبسمي هذه لاين ويندر ماتيريال. تمام. هلا هذه اللاين ويندر ماتيريال بعطيها لون وليكن اللون الاحمر. تمام. هلا باجي على اللاين ويندر كومبوننت وبدي له الماتيريال هاي. هلا انا ممكن ادي له اكثر من ماتيريال، ممكن اقول ثلاثه ماتيريال. تمام. بس لك انا تلزمني واحده. الماتيريال هاي وظيفتها انه انا بعطي اللون للخط، يعني انا بدي مثلا الخط هذا يكون اكثر من لون فانا بعطيه اكثر من ماتيريال، لكن لو بدي اياه لون واحد فراح يكون هو بيحتوي على لون واحد انا حددته في الماتيريال. تمام. هلا هنا في عندي البوزيشن، شو فكره الخطوط؟ الخط فكرته كالتالي، انه انا قلت له لو عندي هنا خط وعملت هيك خط وعملت هيك خط. تمام. هل هذا الخطوط هذه، هلا في عندي هنا ايش بوزيشن؟ هذه النقطه الاولى. تمام. مش هو الخط هو عباره او اي رسمه عباره عن خطوط، والخطوط هاي متصله ب اللي هو بلاين او مرسومه بلاين او مرسومه باي شيء انا ممكن اقدر ارسمه فيه. يعني مثلا انا هذه النقطه هاي وفي عندي هنا نقطه وفي عندي هنا نقطة وفي عندي هنا نقطة. هل هدول النقاط كلهم مرسومين عن طريق لاين ويندر، يعني أنا عامل بس مدلو النقاط وهو لحاله إيش بيوصل النقطة الأولى مع النقطة الثانية والثانية مع الثالثة والثالثة مع الرابعة. تمام. فهذه في أهمية البوزيشن الموجودة في اللاين ويندر. طيب نيجي بس نعمل ونستخدمها. هلا هنا عند البوزيشن كم نقطة؟ قال لي تنتين. طبعا النقطة الأولى 0 0 والثانية 0 0. تمام. فهذا الإشي غلط، فأنا بجي بقول له إنه هنا صح 0 0 بس أنا بدي مثلا يكون هذا في الإكس 2 وفي الواي مثلا نقول 0 خليها. تمام. أو مثلا يكون 4. طيب هلا لو أنا بدي أزود عدد النقاط بقول مثلا بدي 4 نقاط. هلا بقول النقطة الثانية اللي هي الإكس اللي من 2، لأنه هذه عبارة عن مصفوفة فيها 0 1 2 3. طيب اللي هي العنصر الثالث اي موجودة في الاندكس 2 اللي هي مثلا بقول له خلي لي في الاكس 4 لكن بدي اياه يكون في الواي سالب مثلا 5 او مثلا سالب 3. هلا باجي بعمل هنا هذه خليها نفسه سالب 3. تمام. وبدي اجي اقول له بدي اياه عند عند 2. شايفين انا طول الخط اللي رسمته هو بالشكل هذا اللي هو بتكون من 4 خطوط. هلا هذه أهمية البوزيشن الموجودة في اللاين ده، أنا من خلالها بقدر أرسم خطوط. طيب هلا هنا في عندي حاجة اسمها اللوب. اللوب معناته إنه بوصل للخط الأول مع الخط أو نقطة البداية هذه مع نقطة النهاية. فباجي بقول شايفين كيف صار رسم لي بالشكل هذا، يعني إنه إيش هنا، يعني بمعنى إنه حط هنا خط من نقطة البداية وشبكها مع نقطة النهاية. تمام. هلا هنا لو خليتها لوب عادي جدا حسب الفكره تبعتك وحسب اللي انت قاعد بتعمله. تمام. هلا في عندي هنا ويدث. الويدث معناه انه هو العرض تبع مين؟ تبع الخط. شايفين انه واحد وانا ممكن اقلله حلاقيه مثلا ايش صار صفر. شايفين كيف بقلل مثلا انت زي ما بدك بتقلله. تمام. طيب في عندي حاجه ثانيه وحاجه مهمه اللي هي شايفين الكيرف هذا. الكيرف هذا بمعنى انه هذا خط اللي هي نقطة البداية ونقطة النهاية، يعني نقطة البداية واحد ونقطة النهاية واحد. قلت لو انا صغرت شوية حتلاقي انه ايش انه ايش انه كله بينزل قاعد يعني بيصغر كله بينزل مع بعض. تمام. ليش؟ انا عبارة عن كي واحد بس النقطة هاي. لو انا بحط هنا كمان كي بقول له كليك يمين اد كي صار في عندي 2 كي. قلت لو نزلت هذا لو شايفين كيف ايش بصير، قلت هنا في البداية حيكون حجمه تقريبا مثلا نقول 0.2. تمام. في البداية تبعته 0.2 بده يبدا من البداية للنهاية، يعني النهاية تبعته قديش؟ واحد.
فراح يبدأ تدريجيا الويدث تبعه من سالب 2 تدريجيا لما يوصل على 1. وانت برضه زي ما بدك ممكن تنقص هاي فبتكون بالشكل هذا، او ممكن تعلي هيك تخليها بالشكل هذا، يعني انت زي ما انت حابب. شايفين كيف؟ يعني بدي يكون في الاول نص، وبعد كده ينزل لما يوصل لنقطة النهاية اللي هي يوصل لحديت مثلا تقريبا 0.1. تمام. طيب هلا هنا نرجعها زي ما كانت، خليها 1 الشكل هذا، او ممكن نخليها نص، نحذف هذه نعمل هنا ايش ديليت كي ونخليها لا النص بالشكل هذا. تمام. هلا في عندي هنا الكلر، الكلرون غيرت اللون مثلا، دعست على اللون هذا وخليت مثلا احمر هنا، وهنا مثلا خليته باللون الازرق. تمام. طب لكن هنا ما ظهر معي، يعني ظهر اللون ايش زي اللون الاحمر. تمام. حسب لون الماتيريال، فانا باجي بغير الشيدر تبع الماتيريال، باجي بقول له سبرايت ديفولت، او ممكن اغيره انا هنا اللي هو يو اي، يعني انت ممكن تختار اللي هي الاشي اللي انت بدك اياه. يعني هنا مثلا سبرايت ديفولت، وبديله هنا بدل اللون الابيض الاحمر بخليه اصفر ابيض. تمام. اللي هو اللون الافتراضي تبعته، يعني مثلا كان هنا احمر بقول له ريسيت، اعمل لي ريسيت فرجع لي باللون الابيض. فهنا ظهر عندي اللي هو اللون التدريجي اللي انا اعطيته اياه. شايفين هاي بدا في اللون الاحمر تدريجيا لما صار هنا اللون الازرق. ممكن كمان انا اغير اللون الاحمر واخليه مثلا اللون هذا. تمام. زي ما شايفين زي ما انتم حابين، يعني ممكن تغير، ممكن كمان اضيف كمان انا ايش كمان لون مثلا. شايفين بالشكل هذا، شايفين كيف؟ يعني انت ممكن تعمل زي ما بدك في هذا اللاين ويندو. طيب هلا في عندي هنا حاجه اسمها كورنر فيرتكس. تمام. الكورنر فيرتكس اللي هي يعني مثلا النقطه هاي، شايفين النقطه هاي اللي هي النقاط هاي، هذا النقطة والنقطة هاي، هذه هي عبارة عن اللي هي الكورنر فيرتكس. أجد هنا أنت ممكن بعض الأحيان بتلاقي إنه زي في محدبات، يعني على سبيل المثال في النقطة هاي أنا عملت بالشكل هذا، شايفين كيف؟ فاهم الشكل هذا، وجد مثلا غيرته بالشكل هذا. تمام. هلا شايفين هذه المنطقة محدبة، زي إنه إيش؟ زي إنه طالع فيها حاجة مدبب أو حاجة محدب. تمام. فانا ممكن اغير في الكورنر فيرتكس. تمام. فبحيث انه ايش لو حطيتها 1 هنا، يعني لو 2 3 4 5، اكثر قيمه هي 90. تمام. واقل قيمه 0. فلو حطيتها هي 90 فحتكون يعني يعني بشكل اللي هي او بشكل الدائره او بشكل نصف دائره، يعني او بشكل ناعم بتكون. تمام. بالشكل هذا. هلا هنا في عندي كمان اند كاب فيرتكس اللي هي البداية بتاعت النقطة والنهاية بتاعت، أو البداية بتاعت اللاين والنهاية بتاعت اللاين، يعني النقاط هدول. عفوا هنا بس نيجي هذه النقطة وهذه النقطة. قلت لو انه ملاحظين عاملة زي هيك النقاط، لو أنا بدي أخليها ناعمة زي الشكل هذا، فأنا إيش بسوي؟ نفس الشغلة، بس بقول له إن كاف فيرتكس بغير إيش اللي هي أخليها 90. تمام. فهنا أصبحت النقطة، شايفين كيف بالشكل هذا. فهذه هي بالنسبة اللي هي الاند كاب فيرتكس. لو عملت لوب يعني حيطلع ما عندي بشكل كتير ممتاز. تمام. ففي عندي هنا السورتنج لاير، فراح نشرحها في درس منفصل بحيث نربطها مع الكودينج، ونشوف الدرس القادم.